اوكي، هسه جاوبنا برانش نمبر اي وات ذي سيد، شنو الكونديشن والظروف والمفاعل حجمه شنو اللي يأثر او يعطيني ماكسيمم سيلكتيفيتي. من الرسم عرفنا ايش هي الماكسيمم كونستريشن، ومن عندنا استخرجنا الفوليوم فعرفنا هاي الظروف تعطيني ماكسيمم سيلكتيفيتي. اذا عندنا حاله ماكسمايز ذا سيلكتيفيتي ريسبكت للتمبريتشر، شو راح نسوي هالمره؟ كل شيء يجي وي ناو نروح سمينا تذكر التمبريتشر، اروح للاكتيفيشن انرجي، هي هاي الريليشن مالتنا، يعني ريت اوف رياكشن ويا كونستريشن ويا الاكتيفيشن انرجي. وي ناو سبستيتيوت اوف اكويشن 1 اند ذن سبستيتيوت فور ان تيرمز اوف كي 1 كي 2 etcetera equation 3 to get a selectivity in terms of مثل ما هاي سويناها، ما عندنا شيء مشكلة، او احنا عندنا هنا rate of reaction فالينيوس equation نقدر نخلي من عنده نعوض بدال k نعوض what الينيوس equation وتصير بدلالة ال a وتصير بدلالة explanation والاكتيفيشن انرجي والار تي. احنا هسه عندنا علاقه بين الار تي والاكتيفيشن انرجي. ات وات تمبرتشر شود وي اوبريت ذا سي اس تي ار؟ شوف هاي هسه اخرى، هاي كلها نقاط مهمه وكونديشنز مهمه للديزاين. انت مصمم تصمم مصنع كامل، تصمم خط انتاجي كامل، تصمم انت مصمم، لازم تعرف كل هاي النقاط حتى يصير عليك الاعتماد بعدين من تسوي لك وتأسس لك شركة تصاميم مثلا هندسية للمصانع والمعدات وغيرها تكون قدها. و I know you are قدها. اوكي زين، عندنا كيس 1 كيس 2. كيس 1 if E1 activation energy plus E3 على 2 هي أصغر من E2، و case 2 if E1 plus E3 على 2 هي أكبر من E2 activation energy تفاعل 2. ليش؟ لأن التفاعل ليش يسوينا؟ لأن تفاعل 2 هو desired product و 1 و 3 هو undesired product. keep this in your mind. run at as high a temperature as possible with existing equipment and watch out for other side reactions that might occur at high temperature. هاي مهمة. الحالة الثانية run at low temperature but not so low، مو كلش low، that ممكن significantly converge is not achieved. ما يعني at temperature قليلة الconverge ما راح يصير، اصلا ما راح يشتغل المفاعل، راح تصير عندنا مشكلة كبيرة. اوكي فهاي الحالتين ناخذها بعين الاعتبار. زين. For the activation energy given in this example، طلعنا هاي القيمة. So the selectivity for this combination of activation energies is dependent on temperature. What is the conversion of A in the CSTR؟ استخرجنا conversion، هاي اخذناها ب lecture number 1 اذا تذكرون، طلعنا conversion 0.72. part B if greater than the conversion، هسه هي conversion 72%، اذا conversion 72% of A is required، خلينا نقول 90%، then the CSTR operated with a reactor concentration of هالقد هاي اللي استخرجناه should be followed by BFR. ليش لازم يكون followed يتبعه بمفاعل آخر هو ال BFR؟ because the حتى يرفع من ال conversion، the conversion will increase continuously as we move down the BFR.
هسه نشوف الفيجر. however as can be seen in figure 2 the concentration will decrease continuously from CA star as well as the selectivity. إذن إحنا زيدنا convergent هنا for example 90 من ضفنا another reactor, لكن إش أثرنا؟ أثرنا على concentration desired product وأثرنا على selectivity. ليش؟ لأن إحنا أصلا move down the BFR to exist concentration, hence the system راح يكون بطارية. يعني يكون عندي 2 reactor زين would give the highest selectivity and less total reactor volume while forming more of the desired product B beyond that was beyond what was formed as C star. أكيد مو نفسه. في figure 2 هسه لو تلاحظون هذا تفاعل CSTR followed by BFR. الهدف منه شنو؟ يزيد الconvergent. لكن بالحقيقة هو أثر على selectivity قللها. sorry. excuse me. this calculation for BFR is carried out on the تقدر تشوفه مثل ما قلت لكم بالكتاب الأونلاين موجود الدكتور فوغلر. موجود هذا الاكزامبل. the results of this calculation show that at exit of BFR the molar flow rate راح تعطيني 0.22 FB 0.32 والFY 0.18 corresponding to the convergent العالي. selectivity is شوفوا تعتمد على convergent جديد فطلع لنا selectivity اقل. من هذا الرسم لو تلاحظون the effect of adding BFR to increase conversion A reactor arrangement of reactor تغير. شوفوا هذا arrangement هذا صار CSTR بعدين صار BFR. B selectivity and conversion trajectories المسار. لو تلاحظ شوف الconcentration هذا CA إلى C final. لو تلاحظ من بدأ بال CSTR بدأ يصعد إلى يوصل maximum, من ضاف ل BFR بدأت selectivity تقل. من ضاف هذا المفاعل الأول المفاعل الثاني, بينما الconvergent هذا convergent يصعد بالتفاعل الأول واحنا نريد نصعده من ضفنا بيفاعل يصعد التفاعل الثاني يعطيني 0.9. هذا الغرض من إضافة بيفار آخر أو تفاعل مفاعل آخر. زين analysis تحليل one now has to make decision, لازم تتخذ قرار يا إما تضيف BFR to increase the conversion من 72 إلى 90% والمولر فلو ريت من 26 إلى 32 moles per second is worth تسوى but راح تضيف cost للBFR راح تضيف فلوس أكيد but also بنفس الوقت انت راح تخسر السلكتيفيتي العالية قلت من 0.84 إلى 0.8 زين. in this example هنا طبعا لازم تفكر هل انت تحافظ على convergent 0.9 يسوى وبنفس الوقت تزيد الكوست وتقلل السلكتيفيتي. هاي انت كمهندس لازم وات شغل عقلك وما تشغله راح تعرف الديسيشن زين. In this example we use Trobius reaction اللي هو يجمع الزيرو والفيرست والسكند اوردر التفاعل واحد مفاعل واحد to show how to optimize تخليها افضل the selectivity to species B and CSTR. here we found the optimal exit condition CA هل قد
Convergent هلقيت add selectivity هلقيت القرار decision بقى لكل مهندس زين the corresponding CSTR volume مال هلقيت if we want to increase the convergent إلى 90 we have to add BFR and find that the selectivity decrease هسه تكون تتخذ القرار كمهندس زين هنا أنا هذا الكتاب طبعا هذا كتاب فوغلر هذا elements of chemical reaction engineer وهذا بروفيسور فوغلر اللي موجود بجامعة ميشيغان هو يدرس هناك لازال أنا التقيت به شخصيا هناك وتقدرون تروحون هذا الويب سايت وتدخلون على الموقع مالته وتشوفوه وحتى تقدر تدز له ايميل هو الرجل يعني كلش اوبن مايند ويقول ستوب باي ماي اوفيس اني تايم اقف امام تعال للاوفيس مالتي اي وقت ما محدد بوقت اوكي ثانك يو سو ماتش